إذن أزمة ووضع صعب في البيت الأبيض واستقالات بالجملة في صفوف كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية احتجاجا على أحداث اقتحام مبنى الكونغرس وما رافقها من عنف وسط توقعات بمزيد من الاستقالات. فقد كشفت مصادر أمريكية عن استقالة 4 من كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض، وهم كبيرة مديري الشؤون الأفريقية ومدير سياسة الدفاع والمدير الأول لأسلحة الدمار الشامل والمدير الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في وقت سابق قدمت وزيرة التعليم بيتسي ديفيس استقالتها عقب اقتحام مبنى الكونغرس، قبلها وزيرة النقل إيلين تشاو. حركة الاستقالات شملت كذلك نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر الذي قدم استقالته رغم ضغوطات من جهات كثيرة للبقاء، مسؤولي الأمن القومي كحصنا ضد أعضاء الولايات المتحدة. كانت كبيرة موظفي السيدة الأولى قد أعلنت استقالتها مباشرة بعد قيام أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول. بعدها بدقائق قدمت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض استقالتها أيضا، كما قدمت سكرتيرة المناسبات الاجتماعية في البيت الأبيض استقالتها من منصبها. إلى جانب هذه الاستقالات يدور الحديث عن انقسام حاصل ضمن فريق ترامب، حيث منع الرئيس وفق وسائل إعلامية أمريكية كبير موظفي نائبه مارك شورت منعه من دخول البيت الأبيض، وذلك بسبب عدم رضا ترامب عن إدارة بنس لجلسات التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. هذا وعبر بعض كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عن استعدادهم لمقاومة أي أوامر غير قانونية أو خطيرة قد يتلقونها خلال الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب. موقع أكسيوس نقل عن 2 من كبار مسؤولي الأمن القومي أنهما وزملائهما في أعلى مستويات الحكومة قرروا تحدي أي طلبات يعتقدون أنها ستعرض الأمة للخطر أو تنتهك القانون تأتيهم من دونالد ترامب. وسط موجة النزوح الجماعي من إدارة ترامب، سارع العديد من مسؤولي الإدارة وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لحث كبار المسؤولين الأمنيين على البقاء في وظائفهم من أجل أمن واستقرار البلاد. نبحث في هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتور طارق فهمي. أهلا وسهلا بك دكتور إلى سكاي نيوز عربية. إذن هل الآن هنا هذه محاولة لتقييد يدي ترامب وإسكاته ووضعه في البيت الأبيض دون أن يقوم بأي شيء حتى 20 يناير، هل تعتقد أن هذه الضغوطات تنجح؟ يعني من المبكر أن نقول أنها يمكن أن تنجح في هذا التوقيت المرتبك الذي يعم كافة مؤسسات الأمة الأمريكية بأكملها، ليس الكونغرس وليس الرئيس وحده. حتى هذه اللحظة الرئيس يمتلك كافة الصلاحيات والمهام الفيدرالية من أول امتلاك تشفير أرقام الحقيبة النووية ومرورا بكافة الصلاحيات. كل ما تشاهده هذا ليس في القانون الفيدرالي وصلاحيات وما إلى ذلك، وبالتالي موضوع الاستقالات أو الانشقاقات إن صح التعبير أو الخروج من الإدارة الأمريكية لا يعني أننا أمام أيام حرجة صعبة على الأمة الأمريكية أن تتعامل بها. هذا الرئيس الذي اعترف بأن هناك انتخابات وأن ستجرى انتقال ثالث للسلطة لا يزال يناور من أجل هدفين، ربما يكون الهدف الأول في تقديره هو الخروج الآمن. الخروج الآمن سيرتب عفوا مباشرا ويستخدم صلاحياته الفيدرالية التي تحق له أن يصدر عفوا مباشرا عنه، وهذا هو المقرر في المادة 154 من النظام الفيدرالي الأمريكي وفق للدستور الأمريكي، وبالتالي هنا لا أحد يمكن أن يزايد على هذا. الأمر الآخر هو الضغط على الرئيس ترامب من الكونغرس الأمريكي ومن بعض النواب الجمهوريين لمحاولة الضغط عليه بفكرة عزل الرئيس أو تنحيط صلاحياته. القضية سيدي ليست لا علاقة بأن هذا الإجراء يتم خلال أسبوع أو أسبوعين، الأمر يرتبط به أنا في تقديري بصفقة مشتركة غير معلنة ما بين الطرفين الكونغرس
رموزه سواء من الديمقراطيين وبعض صقور الجمهوريين الذين خرجوا عن الصف وتم التضحية بترامب. أعتقد أنه بيتم في هذا الإطار في طرفي معادلة، والصفقة تشمل الطرفين، وأعتقد أنه الرئيس الأمريكي امتلك من الرشادة في هذه اللحظة تخوفا من ملاحقة حضرتك بعد أن يغادر منصبه، وبالتالي هو يترقب هذا الأمر. القضية ليست في التوقيتات أو الصلاحيات أو المهام، إنما كل طرف بيملك أوراق ضاغطة في مواجهة الآخر بهدف تمرير الأيام المتبقية من عمر هذه الولاية. دكتور طارق، يعني ترامب ربما لن يتنازل بسهولة عن محاولة إعادة الترشح مرة ثانية في انتخابات 2024 كما قال سابقا، يعني ربما وعليه بالتالي أن يعيد بناء يعني قاعده، عنده 74 مليون صوت، هذا ليس يعني قليل، وبالتالي ما الذي يمكن أن يقوم به ترامب في الأيام القليلة الأخيرة لاستعادة الثقة في الشارع بعد أن يعني لامه الجميع على ما حدث في الكونغرس؟ أنا في تقديري أنه خطاب الرئيس الأمريكي خلال الساعات الأخيرة بعد أن عاد يغرد مرة أخرى هو خطاب ليس يعني واضح المعالم، هناك حالة من الغموض. أما الحفاظ عن القاعدة الانتخابية وهذه الملايين التي أتت به، من المبكر حضرتك أن نقول أنه في 2024 يمكن أن يرشح نفسه أو ما إلى ذلك. هذا الرئيس أحدث شرخا في الحزب الجمهوري، وسيعاد النظر بطبيعة الحال في إمكانية أن يترشح مرة أخرى، وخصوصا وأنه التيار الشعبوي الفوضوي الذي مثله ترامب، هذا التيار هز الثقة في أمريكا في النموذج التعددي الليبرالي الديمقراطي في العالم. فهذا الرئيس القضية ليست في أنه يبقى في الصورة يقود تيارا أو ما إلى ذلك. حضرتك بعد قليل بعد أن يغادر موقعه سيعود إلى البورصة ويعود إلى العقارات ويعود إلى الشركات، وبالتالي السياسة لن تشغل باله أو تقديره. أنت أمام رئيس مرتبك ليس لديه صورة كبيرة عن أنظمة الحكم. ولا تنسى حضرتك أن المؤسسات الضابطة لحركة المجتمع الأمريكي لها رأي في هذا التوقيت. القضية ليست في وزارة الدفاع ولا CIA ولا الخارجية، هذه مؤسسات بيروقراطية تمتلك من الإمكانيات والقدرات الكثير. يعني بقاء ترامب في المشهد السياسي أظن أنه فيها مبالغة كبيرة. أعتقد سيكون هناك مراجعة. الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب سيبدأ مرحلة إعادة لم الشمل الأمريكي ومحاولة إحداث نوع من الرؤية الكاملة للأمريكان بعد أن هز ثقتهم هذا الرئيس ترامب في ما جرى في الداخل الأمريكي. شكرا جزيلا لضيفي من القاهرة أستاذ السياسة أو العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة دكتور طارق فهمي.